هذه الوقفة اللي نضمناها الآن هي وقفة جاءت في الظروف الوبائية اللي معروفة على الجميع، دارها فقط أعضاء المكتب النقابي الموحد. هي وقفة إنذارية مستعجلة لتنديد بتضييق على الحريات النقابية اللي كيمارسها السيد مدير المركز الاستشفائي الجامعي على المكتب ديالنا، وأيضا على مناضلاتنا ومناضلينا والمتعاطفين معنا. السيد المدير يرفض استقبال المكتب النقابي الموحد منذ تأسيسه، استقبال يعني المكتب استقبال منظمات نقابية، استقبال نقابة ما عندها حتى مكتب في المركز الاستشفائي الجامعي وما عندهاش تمثيلية لا محلية لا إقليمية لا جهوية لا وطنية، استقبال هيئات حقوقية وجمعوية وحزبية، استقبال الأفراد، استقبال الجماعات. حنايا لم يستقبلنا وحنا عندنا يعني مكتب نقابي نمثل واحد الشريحة من الموظفين، هذا غير مقبول. يعني قبل أن نقوم بأي احتجاجات ولا أي شيء، درنا في إطار حوار تواصلي رفض، في إطار حوار اجتماعي رفض. إذن هذا عداء الاتحاد المغربي للشغل، وحنا الأمانة الوطنية ديال الاتحاد المغربي للشغل دارت يعني هذا الشهر هو شهر الاحتجاجات ضد يعني التضييق على الحريات النقابية، بالتالي الوقفة جاءت في هذا الباب. أيضا كذلك أنه عدم يعني أنه يتعامل السيد المدير مع العمل النقابي الجاد والمسؤول كيضيع فرص كبيرة على 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 الأطر الصحية. ما كنهضروش على الأمور اللي كتهم الأطر الصحية بحال لو روكور، بحال النظام الأساسي، بحال ظروف الاشتغال، بحال مجموعة من الأشياء اللي كورونا كشفات بأن الأطر الصحية بالمركز الاستشفائي الجامعي ما عندهاش ظهر اللي يحميها واللي يوقف معها. وبالتالي احنا قلنا بأنه خاص السيد المدير يفهم بأن الاتحاد المغربي للشغل أصبح معادلة صعبة داخل المركز الاستشفائي الجامعي وخصو يتعامل معها عاجلا أم آجلا. ثاني حاجة هو أنه درنا واحد البيان في 19/10/2020 حول مركز الأنكولوجيا ومرضى الدم، فيه مجموعة من الاختلالات التدبيرية وديال الأدوية وديال هذا ومجموعة من الأمور، لم يستقبلنا السيد المدير. إذن فين بغينا نخرجوا هذه المعطيات اللي عندنا ولا هذا الحوار اللي عندنا ولا هذا الشيء، فين نخرجوا على برا؟ نخرجوا للإعلام ونخرجوا للرأي العام وصفحات الفيسبوك والمواقع وهذا، يعني كاين شي حوايج اللي خاصها تناقش داخل البيت الداخلي حتى نحافظوا على الصورة، خاصة أنك هاد المستشفى يعنى بواحد المرضى اللي عندهم واحد الخصوصية والمكانة مهمة عند المواطنين اللي هما مرضى السرطان، واللي مؤسسات الدولة يعني كاملة تجندة باش توفر لهم المسائل ديالهم. بالتالي ما السيد المدير كيولد الاحتقان مجاني، عوض انه يستقبلنا ونتحاوروا في هذه الامور، يختار هو الحل ديال التصعيد وديال الاحتقان وديال هذا في الظروف الوبائية الصعبة. كذلك ضبطنا اختلالات في مواقع اخرى بحال منشأة بنو طفيل التي تعنى بكوفيد، كاين شي حوايج شفناهم يعني ما يمكنش نسكتوا عليهم. واش هادو الشيء حتى هما خصنا نناقشوهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ واش ننقلوا النضالات ديالنا لمواقع اخرى؟ حشومه. ما المشكل السيد المدير مع الاتحاد المغربي للشغل خصو يوضح، ما حيت لان الحجج ديالو واهيه غير مقبوله لا اداريا لا قانونيا لا حتى منطقيا ولا حتى يعني هذا ماشي معقول. واش حنا عندنا مجموعه من المعطيات راه ما يمكنش نبقاو ساكتين عليها. كذلك هناك الكفاءات ما كتوصلش مناصب المسؤوليه، عندنا ممرضين واطباء ومن عندهم ناس عندهم شهادات الماستر والدكتوراه في تخصصات مختلفه، مما كتوصلش هذه الكفاءات لمناصب المسؤوليه راه ما راه في الاخر كيضيع الموظف، كيضيع الموظف وكيضيع ايضا المريض، وبالاساس المريض، لان ما كتكونش رقابه اداريه، ما كتكونش سميتو تتبع العلاجات، ما كيكونش مجموعه من الامور، التخطيط، تدبير الموارد البشريه، التوزيع ديالها، هاد الشيء كامل ما كيكونش. اذا الكفاءات فينا هي في جميع المستشفيات، ماشي فقط في شي مستشفى ولا هذا، في جميع المستشفيات هاد الشيء اللي واقع، وحتى الكفاءات اللي موجوده تتعرض للحصار والتضييق، كان هناك واحد العمل ممنهج ديال تعطيل الجهاز الاداري. الجهاز الاداري اصبح انه فقط يمشي يصيفط الاستفسارات للموظفين فقط ويحقق على الموظفين، لكن الجهاز الاداري الدور الاساسي ديالو هو توفير ظروف العمل، توفير ظروف العمل للاطر الصحيه، هو حل المشاكل، هو يكون بريفونتيف باش تكون هذا الشيء تداخل الكفاءات في مناصب المسؤوليه، وهذه هي الاشكاليه الكبرى. وهذا الشيء علاش حنا جينا حتى جينا وغادي نسطروا برنامج نضالي، لان ما باقيش نسكتوا، لانه كنشوفوا مرضى، كنشوفوا مواقع هي حساسه،
وخص المسؤولين، وهذه درنا هذه الوقفه باش توصل الرساله للمسؤولين باش يتدخلوا. علاش هذا الشيء علاش الحوار ما كاينش؟ خص يبينوا لينا. احنا المكتب تاسس قبل ما نديروا احتجاجات ولا اي شيء، رفض استقبال. اذا كاين شي حاجه، الا عنده مشكل مع الاتحاد المغربي للشغل يقولها، الا ما بغاش هذا اذا نحن نعتبر المدير هو طرف في المشكل وليس طرفا في الحل.